ايه اكتر اكله تحبيها؟ الفراخ والمكرونه برجر. لو انت في الصحراء ومعاك الكلب بتاعك، لو انت جوعت يعني ممكن تذبح الكلب وتاكله؟ لا لا. ليه؟ عشان دي روح زي طب ناقص ايه؟ الفراخ. يلا اعمل السندوتش. لا امسك. ليه؟ بح شاطر. ليه؟ دلوقتي يا عم احنا عايزين نعمل سندوتش تشيكن برجر، ممكن تذبح لنا الفرخه دي؟ سيبها يا عم، سيبها خلاص خلاص يا عم، سيبها خلاص يا عم.